بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ان شاء الله المنين وهو في طريقته نفس طريقة الكحكة، الاختلاف بس في المقادير. عندنا كيلو دقيق هنضيف عليه معلقة صغيرة بيكنج باودر وهنقلب كويس، وهنحط في حلة كوباية سمنة مع نص كوباية زيت وهنحطهم على النار لحد ما يسخنوا معانا كويس. بعد كده عندنا معلقة صغيرة خميرة هنضيف عليها 6 معالق كبار سكر ونص معلقة صغيرة ملح وكوباية مية دافية، وهنقلب كله مع بعضه كويس جدا لحد ما يدوبوا تماما. وبعد ما السمنة والزيت يسخنوا هنضيفهم على الدقيق وهنقلب كويس بمعلقة. وبعد ما الحرارة تخف شوية هنبدأ نقلب بإيدينا بحيث السمنة تخش كويس جدا في الدقيق. وخلاص كده قلبنا العجينة كويس جدا، وهنضيف عليها خليط الخميرة والمية والسكر وهنكمل عجن. وبعد ما بنعجنها بتكون معانا بالشكل ده بتكون ناشفة جدا لسه، فهنضيف لها حليب تدريجي لحد ما توصل معانا للقوام المظبوط. والحليب اللي نضيفه يكون حليب دافي. وخلاص كده العجينة جاهزة معانا، وهنغطيها وهنسيبها حوالي 10 دقايق. بعد كده هنبدأ نشكلها. بعد كده هناخد قطعة من العجينة وهنلفها، وهنبططها شوية بالنشابة بالشكل ده. بعد كده نقطعها بالسكينة القطع ونرص العجينة في صاج التسوية وهنسيبها حوالي نص ساعة. بعد كده هنبدأ نسويها. بعد كده هنسخن الفرن على درجة حرارة 180 وهنحط الصاج على الرف الأوسط. وخلاص كده استوى معانا وبياخد معانا في الفرن حوالي 1/3 ساعة، ولو كان محمرش من فوق هنشغل عليه الشواية لحد ما ياخد لون. جربوه وإن شاء الله هيعجبكم جداً.